إذن عندنا هون سينجل بولس، سينجل بولس ريكتيفاير، هاف ويف ريكتيفاير. طبعا هذا ان كنترول لانه الديفايس اللي احنا مستخدمينها طيب راح في شيء امبارل مع الدايل راح نحكي عنه بعدين. هلا احد ميزات السمبل سيستم كنا نحكي قبل شوي، هذا بقدر اعمله ايديال دايل وبقدر اعمله ريل لايف دايل، فبقدر ادخل عليه واحط فيه فورورد ريزيستنس واحط له ثريشولد فولتج كل الاشياء، احط امبارل مع سنبر والبيهيفير تبعه بكون رياليستيك، يعني فرجيني ايش بصير في سيركت حقيقيه. عندنا هون عادي الاي سي فولتج سورس، تذكر انه هذا البيك، تحط هون البيك فاليو، هاي ضروريه لازم تنعمل، وفي زيها بالهاي اظن بتصير شيء ثاني بالسيمسكيب سولفر، سولفر كونفيجريشن بتصير، بس هون الكونتينوس باور جي اي ولا في كمان بال 2014 نفس الشيء. اذا بدنا هاي كونتينوس باور جي اي، هاي بتحدد لي كيف راح تنحل الديفرنشال ايكويشنز والاشياء الاخرى، فضروري لازم يكون موجود، ما راح يعمل رن السيستم بدونها. هلا هون عملنا، جبت انا ار ال لود وعملته اظن 45 درجه تقريبا الانجل، متذكرين شو يعني؟ يعني تان انفرس اوميجا ال على ار بساوي 45 او باي على 4. اذا هذا عملته مودريتلي اندكتيف لود. هلا اللي بصير عندنا هون وحطيت فري ويلينج دايود، هلا انا قست الكرنت اللي باللود، الكرنت اللي باللود ل 180 درجه راح يجي من وين؟ من هون، وبعدين 180 درجه راح يعني هو راح يجي من هون، راح يكون في هاي السيركت، هي هون عندي لوب، هاي لوب هاي لمده 180 درجه. هلا بتذكروا حكينا ليش هيك؟ التفسير الوحيد المنطقي هو الكي في ال، ما قدرت الاقي تفسير منطقي اكثر من هيك. الكي في ال اذا مشينا حوالين هاي اللوب، هاي عندي الاي سي فولتج سورس مع الدايود، مع الدايود الثاني، هذول بنهملهم طبعا لانه الكرنت ايش لازم تكون الانترنال امبيدنس تبعته سيريز تكون موصوله سيريز كانه شورت سيركت، هون شورت سيركت. هلا هاي اذا طلعنا على هاي اللوب، هاي عندي فولتج سورس ودايود، ودايود وبرجع على الفولتج سورس، لازم هاي حسب كي في ال لازم يكون مجموع الفولتجز حواليها زيرو، فما بصير التنين، لو كانوا التنين اون بنفس الوقت معناها هذا كانه زيرو، ما بصير، فلازم يشتغل عندي هذا ولازم يشتغل هذا. راح تشوفوا من تحليل الدائره ما بزبط معي غير يكون هذا 180 اون بالفتره اللي هذا بوزيتيف، وهذا بصير 180 اون بالفتره اللي هو نيجاتيف، فمن صفر ل 180 بكون هذا اون لما تكون هون بوزيتيف، وبعدين هذا بصير اون لما تكون الفترة النيجاتيف 180 ل 360، وهلا بنتاكد منها بالدائره. فهون في اختلاف جوهري ما بين حاله اللي فيش فيه فري ويلينج دايود، في حاله اللي فيش فيه فري ويلينج دايود كان هذا يعمل كوندكشن مثلا ل 180 زائد زاويه معينه على بين ما يفرغ الكرنت فيه. فهلا راح يصير عندي 180 درجه، 180 درجه، لاحظوا الكرنت هون بضل ماشي بنفس الاتجاه، هذا اندكتر ما بصير الكرنت يتغير فجاه. اذا الكرنت راح يمشي 180 درجه بهيك بهذا الشكل، لما هذا يصير اوف بصير هذا اون، فبعطي باث يكمل الكرنت من هون، فالكرنت ممكن يوصل يصير كونتينوس بحالات معينه، راح يصير الكرنت كونتينوس، راح يضل ماشي في الاندكتر كونتينوس كرنت طول الوقت ما ينزل لزيرو. اذا عندي هون هلا الدايود، هي ار ال رود انا عملته 45 درجه، بعدين حطيت انا اوسيلوسكوب هون. هلا راح تشوفوه على هذا السكوب هو الكرنت 180 درجه اللي ماشي في اللود من السب من السورس، في 180 درجه راح نشوف الكرنت اللي ماشي في اللود عن طريق الفري ويلينج دايود. فري ويلينج يعني كانه بيسمح للسيستم انه يكمل ما يروحش الكرنت لزيرو، فري ويلينج او كانه في عندي ويل فري ويل عمالها بتلف. وانا عامل هون فولتج ميجرمنت عشان اقارن بالسورس شوف ايش عندنا بالسورس. هلا اذا عملنا ران ونشوف الان الاوسيلوسكوب ايش طيب خلينا نطلع على هذا. هلا اول شيء بتلاحظوا قبل ما اعمل زوم بس نطلع هون في عندنا ترانزينس، هذه ميزه كمان السيم باور سيستمز، ما شرط انه يروح يوصل لك للستيدي ستيت ويفرجيك الستيدي ستيت، هو بيبدا من زيرو انيشال كونديشنز او الانيشال كونديشنز اللي انت بتحطها، بامكانك تروح على فكره على الاندكتر وتحط له انيشال كرنت، بامكانك تروح على الكاباستر وتحط له انيشال فولتج وهكذا، بامكانك تروح على الانتجريتر وتحط له انيشال فاليو وهكذا. فقوة السيميلينج كمان او السيم باور سيستمز انه بعطيني الانيشال كونديشنز، فهو بدا من هون، هي واضح انه هون خلصت الترانزيانت وهون وصلنا ستيدي ستيت كونديشنز، هذا اول شيء. انا هون في عندي تو كرنتس بلونين مختلفين، اظن ماجنتا ويلو،
او اظن ماجنتا ويلو، وهذا راح يكون فولتج. هلا بدي اعمل اوتو سكيل عليه حتى اشوف. هلا اذا بعمل زوم بالاكس اكسس، هي زوم بالاكس اكسس، راح اعمل زوم بالاكس اكسس بالمنطقه هاي مثلا. هلا اطلعوا ايش بتشوفوا. واضح انه الكرنت في اللود كونتينوس. في عندي هون تو كرنتس باللونين المختلفين. اللون اللي هو اللي عم بشحن، ايش تتوقعوا هذا الكرنت من وين جاي؟ من السورس. فهذا اكيد بدون ما اطلع، بدون ما اتاكد، هذا الكرنت اللي جاي من السورس عماله بزيد. نعم تفضل. بدك تتفضل. هيك احسن. هون عندنا الكرنت اللي جاي من السورس عماله بشحن في الاندكتر. هلا طفى دايود واشتغل دايود ثاني، اه؟ فالكرنت في الاندكتر كمل. طب انا ليش مفرجيه لونين؟ لانه رحت قست الكرنت اللي في الدايود الاول اللي جاي من السورس، وقست الكرنت اللي جاي في الدايود الثاني اللي جاي اللي فري ويلينج. فواضح انه الكرنت في الاندكتر ايش عم بيعمل؟ هل الكرنت في الاندكتر كونتينيوس؟ في الاندكتر. هل الكرنت في الدايود الاول كونتينيوس؟ لا. هل الكرنت في الدايود الثاني كونتينيوس؟ لا. شو عم بيعملوا الدايود؟ عمالهم بتبدلوا مواقع، بيعملوا كوميتيشن كمان اذا بدك. عماله الكرنت اللي ماشي كان جاي من السورس عماله بمر هلا بالفري ويلينج دايود، بس الكرنت في الاندكتر كونتينيوس. كيف ممكن اخفف الريبل في هذا الكرنت؟ بزيد هيفي، بخلي اللود هيفلي اندكتيف، كل ما خليته مور هيفلي اندكتيف بزيد ال. اذا زيدت ال راح يصير عندي بزيد الفريكونسي، بس انا ما بقدر العب بالفريكونسي. اوكي؟ طيب نطلع هذا، نتاكد انه كلامنا مضبوط. بدنا نقارن هذا، نشوف سنكرونايزيشن مع السبلاي. فلو عملنا الهان هون اوتو سكيل، وراح ارد اعمل مره ثانيه زوم على الاكس اكسس. شوفوا بتلاحظوا الان، هي الزيرو كروسنج تبع السبلاي مضبوط، وهي اول 180 درجه من السبلاي. مين اللي شغال فيها؟ اي دايود؟ الاول اللي هو دي 1. وال 180 درجه الثانيه اللي هي من هون لهون اللي هي النيجاتيف سايكل، مين شغال فيها؟ الدايود الثاني. نتاكد من شغلنا انه مضبوط. مثلا لو جينا قررنا الان نرفع قيمه ال عشان نخفف الريبل. هلا الكرنت عندي هون هي القيم تبعته بالامبير، فهو تقريبا عم بتراوح ما بين 9 ل 12 امبير مضبوط. لو بدنا نخفف الريبل فيه، بدي اجي ازيد الزاويه تبعت اللود، الزاويه تبعت اللود فاي. او هلا هون عندي انا، كيف بدي اعرف زاويه اللود هون؟ عندي الفريكونسي هون 50 هرتز. هو اذا بدك تكون دقيق يمكن الفريك، بعرفش الفريكونسي، الفريكونسي هون 50 مش 100، لانه 1 بلس مش 2 بلس. الفريكونسي هون 50 هرتز. عندي الاندكتنس 100 ملي هنري مضبوط، والريزيستنس 3 اوم. قديش تطلع الزاويه؟ كيف بحسبها؟ اوميجا ال اللي هي 2 باي اف، يعني 2 في باي في اف اللي هي 314 في 0.3. 314 في 0.3 تقريبا قديش تطلع؟ تطلع حوالي 100 اوم، ولا قديش؟ 314 في 0.1، عفوا اسف، 314 في 0.1 بتطلع 3.14 مضبوط تقريبا. تاكدوا لي بالله انا مش حاسب بشيء غلط، متاكد من الرقم. قديش تطلع؟ 31 مش 3، 31 اذا غلط هون انا اللي عامل 31. اذا هو صار هذا هيفلي اندكتيف. خلينا نخفف، لو خففنا من الاندكتنس تبعته، راح اخفف الاندكتنس اعملها 10، راح يزيد الريبل مضبوط؟ العكس. كان الريبل عندي تقريبا من 9 ل 12، واضح انه زاد الريبل، قرب يصير ديسكونتينيوس. فكل ما زدت اللود وعملته مور هيفلي اندكتيف بخف. لا خلينا ازيده كثير، نزيد اللود يعمله مور هيفلي اندكتيف. فراح ارد ارفع هاي ل 100، وانزل مثلا هاي ل 1. واضح الريبل خف كثير. قديش صار الريبل؟ هو طبعا الكرنت كله ارتفع لاني نزلت الريزستر، بس الريبل صار تقريبا يمكن من 29 ل 33. يمكن الريبل كنسبه من الفولتج قل، من نسبه من الكرنت قل، واضح انه هون في عندي ليس ريبل. قديش الفريكونسي تبعت هذا الريبل؟ قديش تتوقعوا لازم تكون؟ قديش؟ 100 هرتز. مين بقول 100 هرتز؟ تمام؟ مين بقول 50 هرتز؟ 50 لانه 1 بلس اظن، متاكد منه؟
وين السكيل عندي؟ اذا بتطلع على السكيل تحت عندي 0.5 ل 0.52. 0.5 ل 0.52 هاي سايكل كامله مضبوط، مش رجعت لنفس النقطه. معناها البيريد تبعته قديش؟ 0.02. 1 على 0.02 5 مضبوط. اذا هذا السنجل بلس ريكتيفاير. اذا هون النتيجه بنستنتجها من كلامنا على كي في ال، الدايودز عندي بيشتغلوا 180 درجه اون 180 درجه اوف.